ليش الأمن الفكري؟ ليش الأمن الفكري؟ أو الشيء الأمن الفكري، إحنا لاحظتي الأمن عندنا مصطلحات عديدة للأمن، في أمن بيئي، في أمن وظيفي، في أمن غذائي، في أمن وطني. لا، أنا اختصيت قلت الأمن الفكري. قبل كل شيء، لماذا الإنسان أفضل مخلوق في هذا الكون؟ لماذا الله كرم بني آدم؟ لعقله. لعقله، والعقل إيش نتائجه؟ أفكار. صحيح. إذن مناط التكليف للإنسان هو عقله، هي أفكاره. جميع الاختراعات الآن والتوجهات الحديثة صدرت من ماذا؟ من أفكار. صحيح. الإنتاجات، التطورات، أفكار. طيب لما يكون أفكارك سليمة، إذا نتائجك إيه؟ سليمة. سليمة جدا. صحيح. الأمن الفكري هي إنه أفكاري، قناعاتي، معتقداتي تتوافق مع اتجاه مجتمعي. المجتمعي، الفكري، الديني، السياسي، الوطني. طيب ليش أنا بقول أهم نقطة في خاصة في الأبناء الأمن الفكري؟ أيوة. قبل ما نفكر في الأمن الغذائي والأمن التعليمي والأمن الدراسي والأمن الوظيفي و و و. صحيح. بقول أول شيء في الأمن الفكري كأسرة، يا أم يا أب يا مدرسة، طبعا يجي بعد كده تيجي دور المدرسة. صحيح. نعم، اهتمي بالأمن الفكري، لأن أنت الآن اتعددت عندنا مصادر المعلومات.